الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع من تاريخ الفكر الاقتصادي المفكر الفيلسوف جيرمي بنثام. وعلى بركة الله نبدأ. ولد جيرمي بنثام في شهر شباط فبراير من العام 1748، وهو مؤسس ما يسمى فلسفة المنفعية utilitarianism. عمل والده محام كان معروفا في الأوساط المهنية المتعلقة بالتشريع والمحاماة. أراد الوالد من ابنه جيرمي أن يتلقى أرفع أشكال التعليم والمعرفة التي سنت في أيامه. وقد درس الولد أي جيرمي التخصص الذي درسه الوالد، لكنه لم يمارس مهنة المحاماة. كان ينفق على نفسه من الميراث الذي تركه له والده، ونذر نفسه للعمل على تعديل القانون العام الإنجليزي أو ما يسمى English Common Law. تبنى بنثام فلسفة اجتماعية كانت متقدمة إلى حد ما على ما تبناه فلاسفة الفكر البريطانيين، وأرسى قواعد فلسفته المنفعية أو ما يسمى فعلاً utilitarianism، بناها على قوله العميق أعظم قدر من الخير لأعظم قدر من الناس. أي بمعنى آخر، عندما نقوم بنشاط، عندما نستهلك أو ننتج، يجب أن يؤدي هذا النشاط، هذا الاستهلاك أو هذا القرار أو أي شيء إنتاج، يجب أن يؤدي إلى أعظم قدر من الخير لأعظم عدد من الناس، أو يسمى greatest good to the greatest number. هذا هو جيرمي بنثام، صورة له، مواليد 1748 ومتوفي سنة 1842. وملخص بسيط لبعض الأفكار هذه، اللي هي القول الرائع جدا: أعظم قدر من الخير لأعظم عدد من الناس، greatest good to the greatest number. نتابع. من أفكاره المتقدمة قوله بأن كل مؤسسة اجتماعية social institution، وهنا أذكر أحبة الطلبة المقصود بالمؤسسات الاجتماعية هي الآن مؤسسات اجتماعية شكلية ولا شكلية. المؤسسات الاجتماعية الشكلية هي القوانين والأنظمة والقرارات والنافذة طبعا، ثم إذا كان في دستور في الدولة، هذه مؤسسات اجتماعية شكلية. أما المؤسسات الاجتماعية اللا شكلية The Informal Institution هي العادات والتقاليد والعرف السائدة بين الناس. فيقول بنثام في هذا المجال: يجب أن تختبر كل مؤسسة، هذه يجب أن تختبر بالفائدة التي تقدمها للبشر، وهل تسبب هذه المؤسسات زيادة في الفائدة التي يتلقاها البشر أم لا. وبالتالي يجب أن تحاكم المؤسسات الاجتماعية العادات والتقاليد والأعراف السائدة التي تحكم بين الناس، والقانون والدستور إذا كان هناك يعني قانون ودستور في الدولة. يجب أن تحاكم هذه المؤسسة حسب رأيه بناء على فاعليتها في الارتقاء بمنفعة أكبر عدد ممكن من الناس. وبناء على ذلك أصبحت فلسفة بنثام معروفة باسم المنفعية utilitarianism. طرح أحد المهتمين بهذه الفلسفة سؤالا مباشرا على بنثام، مفاده: كيف يمكن قياس الخير good؟ فأجاب بأن أي شيء يعمل على زيادة راحة الفرد ليجر، يعمل على زيادة راحة الفرد اللي هي راحة هذه ليجر، أو يعمل على تقليل الألم الذي يتعرض له فهو خير. توافقت آراء بنثام في هذا الموضوع مع الفلسفة الأبيقورية إبيكوريانيزم، التي تعود إلى الفيلسوف الإغريقي أبيقور. لكن بنثام اختلف عن أبيقور بتركيزه على الراحة المادية، وليس كما قصد أبيقور وهي الراحة النفسية. تعمل النقود حسب رأي بنثام بمعناها التقليدي، تعمل مقياسا للمنفعة التي يتلقاها الفرد أو المجتمع. فيقول بأن القدر الكافي من النقود يجلب السعادة للفرد أو الجماعة، وقلة النقود تجلب البؤس والتعاسة. هذا ملخص آخر: أي شيء يعمل على زيادة راحة الفرد ليجر،
أو يؤدي إلى تقليل الألم الذي يتعرض له فهو خير. النقود مقياس للمنفعة. نتابع. أما الثروة مقارنة بالنقود كما ذكرنا قبل قليل، الثروة الفائضة الويلث هي اكسس ويلث أو الثروة الفائضة عن كفاية الفرد فإنها لا تعمل على زيادة المنفعة أي السعادة تناسبيا، وأن المقدار نفسه من الثروة إذا توافر الفقير سيجلب مقدارا أعظم من المنفعة أو السعادة لهذا الفقير. اختلف بنتام في منهج فكره وقاده تحليله إلى ما يشبه الفكر الاشتراكي المعاصر الذي يقضي بتحقيق أكبر قدر ممكن من المساواة في توزيع الثروة. وهذه طبعا الفكر الاشتراكي المعاصر هي الآن سياسة تسود في النرويج وفي السويد وفنلندا اعتقادي إلى حد ما. كان بنتام ثاقب الرؤية العلمية في الشأن الاقتصادي خاصة في مجال عمل الاقتصاد كعلم وممارسة، فيقول بأن علم الاقتصاد ليس مصمما من أجل تحليل ما هو قائم. أرجو التدقيق هنا، علم الاقتصاد ليس مصمما من أجل تحليل ما هو قائم، بل يجب أن يوجه كي يرتب شؤون البشر وتهيئة الظروف المناسبة لجعل سعادتهم أعظم ما يمكن. وفي هذا السياق فند بنتام مزاعم سميث حول رعاية الطبيعة أو إحسان الطبيعة Beneficence of Nature كما سماها آدم سميث لخير البشر، واتهموا بالسخف أو السخف الروحاني Mystical Absurdity. فمن أجل تعظيم منفعة الفرد والجماعة لابد من تلمس واستكشاف أفضل سياسة تؤدي إلى الهدف. تميز بنتام بمواقفه السياسية في مجال الإصلاح، كان له مواقف فكرية متطرفة ومطالب حثيثة بإحداث الإصلاح المطلوب في ذلك الوقت، تعلق معظمها بمناهضة سياسة الحكومة التي منعت تشكيل النقابات العمالية، وميز ضد المرأة وضد الكاثوليك والمنشقين وما يسموهم ديسنترز، وكان من مطالبين بتوسيع التعليم العام والحق بالتصويت في الانتخابات العامة والتشجيع على النظافة العامة وإعادة صياغة قانون الفقير، هذا القانون الذي يعود إلى 1348 أيام الملك إدوارد الثالث إذا تتذكروا أحبتي المتابعين لهذه القناة في تاريخ الاقتصادي عندما قدمنا توماس مالثوس، فيعني أشرنا إلى قانون الفقير. فكان يطالب هذا بنتام بتعديل إعادة صياغة قانون الفقير بولو بشكل يخدم الفقراء حقا، وطالب بقانون إصلاح البلديات للعام 1832. طبعا هذا القانون كان له علاقة بأعضاء المجلس البلدي وشرطة البلدي وما شابه. نشر بنتام خلال حياته عددا قليلا من الأوراق الفكرية الاقتصادية المؤثرة، ومنها ورقة عنوانها دفاعا عن الربا Defense of Usury في العام 1790، وعرض بدون عبء Supply without burden. Burden هذه الكلمة الإنجليزية القديمة اللي هي الآن burden بالدي، تأتي بالدي باللغة الإنجليزية، نشرها في العام 1795. عادة ما كان يرسل أوراقه الفكرية إلى معارفه وأصدقائه، وعلى الرغم من ذلك كانت أفكاره متقدمة على زمنه، ولهذا السبب لم تكن مؤثرة بشكل مباشر في المجتمع الذي عاصره. وقد بين بنتام إدراكا عميقا لمشكلة الموارد المعطلة، ودافع عن ما يسمى التوسع النقدي Monetary Expansion أو بلغتنا الحديثة السياسة النقدية التوسعية، من أجل تحقيق التوظيف الكامل Full Employment. سبحان الله، اللافت في أفكاره الاقتصادية بأنه كان على علم ودراية عالية بمفهوم الاكتناز Hoarding اللي هي اكتناز الأموال أي عدم إنفاقها في الاستثمارات وما شابه، وكان يعلم عن شيء اسمه الادخار الإجباري Forced Saving، وتساوي الادخار مع الاستثمار Saving يساوي Investment، وهي ذات المفاهيم التي اعتمد عليها جون كينز، هذا عالم اقتصاد صاحب النظرية الكينزية جون كينز، وطورها وطور توظيفها في النظرية العامة في التوظيف والتشغيل والفوائد والنقود أو ما يسمى The General Theory of Employment Interest and Monetary أو Money عفوا، التي أصبحت تعرف لاحقا بالنظرية العامة The General Theory. انتقل بنتام خلال حياته الفكرية
من مؤيد لفلسفة المحافظ المحافظين بسموهم باللغة الإنجليزية السابقة توريزم، توريزم، إلى فلسفة ديمقراطية أكثر تحررا اللي هي وجزم من الوج اللي هي الباروكة يعني. تدافع هذه الآن يعني الفلسفة الديمقراطية عن تدخل، عفوا هنا خطأ مطبعي، تدخل الحكومة في الشأن الاقتصادي. كان يدافع عن تدخل الحكومة، أي معناه لأن المحافظين كانوا يطالبون بعدم تدخل الحكومة في الشأن الاقتصادي، أي يعني اترك الاقتصاد للتجار الرأسماليين. لكن بن ثام قال لا، يجب أن تدخل الحكومة حتى تحمي الاقتصاد وتحمي الفقراء وما شابه. تنكر فلسفة المحافظين كما ذكرت قبل قليل تدخل الحكومة في الشأن الاقتصادي حتى ولو في سوق النقود وهو من أخطر الأسواق. أما في فلسفة الديمقراطية المتحررة فقد دافع بن ثام عن قيام الحكومة بتأمين الوظائف العاطلين عن العمل وتشريع الحد الأدنى من الأجور وتقديم الفوائد والإعانات الاجتماعية. عملت أفكار بن ثام على تحفيز وإلهام المفكرين من بعده، فنجد على سبيل المثال بأنه أعاد اكتشاف مبدأ برنولي، ما يسمى برنولي برينسيبل، حول تناقص المنفعة الحدية للدخل أو يسمى diminishing marginal utility of income. فقال بأن الزيادة المطلقة في مستوى المنفعة تحتاج إلى زيادة متناسبة في الدخل، ما يعني بأن المنفعة تسلك مسار دالة لوغاريتم الدخل. ونجد أيضا بأن ويليام ستانلي جيفونز هذا العالم الاقتصادي البريطاني قد تلقف أفكار بن ثام ليطور نظرية القيمة في المنفعة utility of value بشكل متكامل. هذا الآن تشبيه لفكرة بن ثام حول أنه هنا مستوى الدخل يزداد المنفعة تزداد لكن بشكل قليل، وهي هذه دالة اللوغاريتم. هنا الآن الدخل ولاحظوا المنفعة الحدية تنخفض باستمرار. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة لكم جميعا أحبتي الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.